افتتح وزير الثقافة الدكتور محمد أبو رمان اليوم موسم البيدر الثقافي 20 الذي نظمه منتدى جبل العتمات الثقافي في قاعة بلدية جرشة الكبرى. رئيس منتدى جبل العتمات المهندس خلدون عتمة أكد أهمية الحراك الثقافي الذي من شأنه تنوير المجتمعات وتعظيم المنجزات، واستعرض نشأة المنتدى وما يقوم به من أنشطة ثقافية متنوعة، واصفا إياه بالرديف لمهرجان جرش في تبني الحالة الثقافية. من جانبه وزير العمل الأسبق الدكتور عاطف عضيبات قال إن الوطن بقيادته وتلاحم أبنائه شكل نموذجا وملاذا للباحثين عن الأمن والأمان، حيث قدم أنموذجا للحوار في أزمة إضراب المعلمين التي شهدها مؤخرا. الفكرة أكثر أنه وجود العمل الثقافي الذي يستفيد منه المجتمع، بيستفيد منه الناس بشكل كبير، العمل المبني على جهود الشباب والشابات وعلى الجهود المحلية والمجتمعية. بتقدير مثل هذه الأعمال لها قيمة كبيرة وقيمة مضافة في المشهد الثقافي الأردني، وتحديدا في جرش التي تزخر بفنانين ومواهب وطاقات. مثل هذه يعني المهرجانات الثقافية، مثل هذه الفعاليات الثقافية هي التي تقوم بإظهار وإبراز هذه الطاقات والإمكانيات. كل الدعم للمنتدى وكل الدعم للمهرجان، ومسرورين جدا بلقاء أهلنا وإخواننا في جرش اللي دائما هم سند ودعم لكل الأعمال الثقافية.